بهذه المناسبة يشرفني أن أرحب برجال السلطة الجدد الذي يعين بهذه العمالة ويتعلق الأمر بالسادة السيد عبد الملك بن موسى والذي تم ترقيته كاتبا عاما ملحقا بعمالة طنجة أصيل. السيد محمود بن عيطة والذي تم ترقيته كاتبا عاما رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة أصيل. السيد سعيد واصل الذي تم تعيينه مديرا للحي الجامعي بطنجة. السيد هشام الصنيف والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضرية طنجة المدينة. السيد محمد وقاف والذي تم ترقيته وتعيينه رئيس للدائرة الحضرية بوخارا. حنان الرياحي والذي تم تعيينها رئيسا للدائرة الحضرية شرف غوغا. السيد محمد زريقة والذي تم تعيينه رئيسا للدائره الحضريه شرف السوان. السيد زكريا الطاحي والذي تم تعيينه رئيسا للدائره الحضريه جيراني بن مكان. السيد وسيم هاني البراني والذي تم تعيينه رئيسا. السيده حوريه بن صيق والتي تم تعيينها باشا لمدينه اصيله. السيد محمد سعيد سيد الوردي والذي تم تعيينه قائدا للمحافظه الاداريه السابعه. السيد ياسين مشان والذي تم تعيينه قائدا للمحافظه الاداريه السابعه مقررا. السيد مهدي الحوضي والذي تم تعيينه قائدا للمحافظه التاسعه مقررا. السيد نوفل فتحاوي والذي تم تعيينه قائدا للمحافظه الاداريه العاشره. السيد ياسير بالقايد والذي تم تعيينه قائدا للملحقه الاداريه العاشره مقررا. السيد هشام باتي والذي تم تعيينه قائدا للملحقه الاداريه الحادية عشر. السيد مراد الصنهاجي والذي تم تعيينه قائدا للملحقه الاداريه الثانية والعشرون. السيد منير المهدي المكاوي العلوي والذي تم تعيينه قائدا للملحقه الاداريه الرابعة والعشرون. السيد عبد المجيد بن عربي تم تعيينه قائدا للملحقه الاداريه الثانيه ببرشويت اكزنائر. السيد يوسف المياني تم تعيينه قائدا للقياده دار الشاوي بدائره طنجه. واخيرا السيد توفيق الباجا تم تعيينه قائدا للملحقه الاداريه الاولى ببرشويت اصيل. اللهم يا رب احفظنا في المغرب، اللهم يا رب بارك لنا في المغرب، اللهم يا رب احفظنا في بلدنا هذا واجعله بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.